أسئلة في الموضوع تطرح بشأن المشرفين المباشرين على الأطفال في المسابح العمومية، مدى أهليتهم وتحكمهم في التقنيات التفصيلية لجميع عمليات التدخل التي يقومون بها، وهو ما يجيب عنه أحمد وعقبة. الحمد لله قرينا وفقنا ربي وتحصلنا على الدبلوم هذا انيسياتور ناتاسيون اللي درناه في فرجيوا، والحمد لله كانوا فوق ريسانا شيوخ كبار اللي حطوها لنا السباحه هذه في ريسانا. هذا مدايرينو تاع لو بوب مدايرينو على مستوى رابطه السباحه الجزائريه، درناه تاع انيسياتور وبربي ان شاء الله مشرفين ان شاء الله على دبلوم واحد اخر تاع منقذ سباحه، والحمد لله هذا متحصلين عليهم حنا هذول ديبلوم. يشكل الأمن الخاص والسلامة الفردية للسباحة الترفيهية أهمية، مما دفع لوضع بروتوكول عمل يتم مسايرته بالاستفهام الثاني بخصوص الوسائل والأدوات الفعلية التي يتم العمل بها قصد إجراء التوازن بين الترفيه الصيفي والتعلم الرياضي لنشاط السباحة. الوسائل اللي رانا نستعملوا فيهم الوقايه تاع السباح تاعنا والله المنخرط والله السباحه الترفيهيه كما راكم تشوفوا السبته هذه راهو يحطها لهم على مسلانو، راهو تقيه من الغرق ومع ذلك نزيدوا نعسوهم باه اون سي جامي ما يصرى حتى مشكل. بالنسبه للفئه الصغيره خلاص الاطفال الصغار ما تحت 10 سنوات نستعملوا لهم هذه السبته هذه. في ولايه ميلا ديوان المركب المتعدد الرياضات يلتزم بتأطير يخضع لضوابط علمية على خلاف فئة واسعة من الخواص، معادلة تفعيل الدور العلمي للمؤطرين والمنقذين يسمح بالمزيد من الحذر والحماية.